إننا لن ندرك روعة الجمال في الطبيعة إلا إذا كانت النفس قريبة من مرح الطفولة ولعبها ولهوها، ففي جمال النفس يكون كل شيء جميلا، إذ تلقي النفس عليه من ألوانها فتنقلب الدار الصغيرة قصرا، لأنها في ساعة النفس لا في مساحتها هي. في جمال النفس تحس لنور النهار عذوبة كعذوبة الماء على الظمأ، ويظهر الليل كأنه معرض جواهر أقيم للحور العين في السماوات. في جمال النفس يبدو الفجر بألوانه وأنواره ونسماته كأنه جنة سابحة في الهواء. في جمال النفس ترى كل شيء مبتسما وضاحكا، ويكأن الله أمر العالم ألا يعبس للقلب المبتسم. قد تبصر قطرة من الماء تلمع في غصن، فيخيل إليك أن لها عظمة البحر لو صغر فعلق على ورقة. وقد تنظر إلى وردة في غصنها وهي زاهية عطرة متأنقة متأنثة، حتى لتكاد تقول لها: كيف أنت يا فلانة؟ من لم يرزق الفكر العاشق للجمال لم يرى أشياء الطبيعة إلا في أسمائها دون حقائقها ومعانيها، كالرجل الذي لم يحب يرى النساء كلهن سواء، فإذا هو أحب أحس بالجمال وقام معناه في قلبه. إن مما جاءت به شريعة الله إصلاح الناس بالحب والخير والجمال. إصلاح الناس بالحب والخير والجمال. مصطفى صادق الرافعي بتصرف وزيادة، قراءة حارث بن محمد القرضي. وحي القلم.